دلوقتي مشاهدينا خلونا نتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة، وكمان أهم الماتشات اللي هتتلعب في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيتم إعلان نتيجة مسابقة بطل من بلدنا للأفلام القصيرة الصالحة للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة التضامن، وده بمناسبة الاحتفال بالذكرى 50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة 1973. هذا الانتصار اللي جسد أسمى معاني الوطنية والتضحية والبطولة وتفوق الاستراتيجيات العسكرية القائمة على العلم والتنظيم وحسن الإدارة والتماسك المجتمعي لتحقيق أهداف الحرب في تحرير الأرض وتعزيز الكرامة الوطنية. النهاردة يفتتح قطاع الفنون التشكيلية معرض الفنان مصطفى يحيى اللي بيحمل عنوان المرئي واللامرئي بقاعات العرض المتغير بمركز الجزيرة للفنون، وده في تمام الساعة 6 مساءً. النهاردة العشاء الكرة الإفريقية موعدهم مع 4 مباريات قوية في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية. حيلتقي منتخب غينيا بيساو مع نيجيريا الساعة 7 مساءً. في نفس التوقيت يلتقي منتخب غينيا الاستوائية مع كوت ديفوار. الساعة 10 بالليل هيلتقي منتخب مصر مع منتخب كاب فيردي. في نفس التوقيت هيلتقي منتخب غانا مع منتخب موزمبيق. النهاردة العشاء الكرة الأسيوية موعدهم مع مباراتين قويتين في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس آسيا. هيلتقي منتخب قطر مع منتخب الصين الساعة 5. في نفس التوقيت هيلتقي منتخب طاجكستان مع منتخب لبنان.